السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خالد من موقع اكسترافا جيمنج، واليوم ان شاء الله عندنا انبوكسنج جديد للعبة المنتظرة، لعبة فاين فانتسي تايب زيرو اتش دي النسخة الامريكية. فخلونا نبطلها ونشوف شنو عندنا. اول شيء نتكلم عن البوكس نفسه. البوكس تقريبا عادي جدا كاي بوكس ثاني، وموجود من وراء جميع المحتويات منها ارت بوك والستيل بوكس ويا الديمو مال فاين فانتسي 15. فخلونا نفتح صندوق ونشوف شنو عندنا. اول شيء عندنا اللي هو الكوميك المانجا حق فاين فانتسي تايب زيرو، راح نتصفحها بشكل سريع ان شاء الله بهالشكل. وتقريبا في قصه من القصص بس ما تشيكت عليهم للامانه، اعتقد هو يوصل ل 200 صفحه بس للاسف ما قريته، ان شاء الله راح اقراه عن قريب. هذا طبعا اول شيء. ثاني شيء طبعا اللي هو الارت بوك، الارت بوك الخاص حق لعبة فاين فانتسي تايب زيرو، موجود فيها طبعا جميع الشخصيات مع المراحل، ولا ننسى طبعا البوسز ويا الاسلحة والاشياء الثانية. طبعا انا بفر عليهم بشكل سريع. طبعا هني موجودين الوحوش مع السمونات وايضا هني المراحل. كيت تقريبا صفحات وايد وما اقدر اتصفحهم كلهم، فهذا الارت بوك. اوكي هالشكل. وحق الشيء الثاني اللي هو الستيل بوكس، خلينا نخلي شوي على جنب بس قبل لا نروح عند الستيل بوكس نروح عند الشيء الثالث او الرابع اللي هو الكروت. عندنا هني كروت حق جميع السمونات، السمون شبه اللي حافظ معنا مع ديابلوس، ولا ننسى طبعا اودن، ونسيت واحد ثاني وثالث اللي هو ما اعرف هذا منه صراحه، بس اعرف افرت. اوكي طبعا هذول كلهم موجودين. خلينا نفتح الحين الستيل بوكس. الستيلبوك صراحة شكله جدا رائع وراقي، لونه ذهبي وعليه رسمة اللي الرسام اللي يرسم شعارات حق فاينل. فخلونا نفتح الستيلبوك ونشوف شنو عندنا. طبعا هنا عندنا الديمو الخاص حق فاين فانتسي 15 مع الكود ماله، بس طبعا مستحيل الفه لانه موجود الكود وينباع سعر اللعبة، فبخليه بهالشكل. ايضا هنا عندنا اللعبة، ولا ننسى طبعا السانتراكات مع اختيار الملحنين حق سنتراكات معينه موجوده في اللعبه. اوكي مع الكتيب الصغير. اللي جرب طبعا فاين فانتسي تايب زيرو يا ريت تكتب لنا رايك بالموضوع، ايضا اللي جرب فاين فانتسي 15 هم ودنا نعرف رايك بالموضوع. طبعا هذا كل اللي كان عندنا حق الانبوكسنج الخاص حق فاين فانتسي. اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك وسبسكرايب وساعدونا في نشر القناه. يعطيكم العافيه ومشكورين.